بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم سوف ننتقل إلى التدريبات، وهناك قاعدة تتحدث عن التدريبات، وهي قاعدة الحال، قاعدة سهلة بسيطة إن شاء الله. بالبداية قبل أن نتحدث عن الحال وما هو علامته الإعرابية وما هو، دعونا نقرأ هذه الأمثلة. لدينا أسئلة وعليها إجابات. السؤال الأول: كيف نام محمد؟ نام محمد سعيدا. كيف جاء الولد؟ جاء الولد مسرعا. كيف شربت سمية الماء؟ شربت سمية الماء جالسة. لو نظرنا إلى الكلمات التي خط تحتها مثل كلمة سعيدا، مسرعا، جالسة، لو طرحت عليكم سؤال، السؤال يقول: هل هذه الكلمات أسماء أم أفعال؟ يعني كلمة سعيد وكلمة مسرع وجالسة، هل هي اسم أم فعل؟ بالتأكيد سوف تقولون لي هذه الكلمات أسماء، والدليل على ذلك التنوين، لأن التنوين علامة من علامات الاسم، يعني لا يمكن أن يكون الفعل منون. الدليل على أن الكلمة اسم التنوين، وهذا شيء تعرفونه من قبل. إذن التنوين علامة من علامات الاسم. لو لاحظنا إلى هذه الكلمات التي المخطوط تحتها يا رابع، ما هي علامتها الإعرابية؟ يعني الحركة، ما هي حركتها؟ وهناك أشياء مشتركة بين هذه الكلمات، هناك أكثر من شيء مشترك. أول شيء، العلامة الإعرابية هي التنوين، النصب، تنوين النصب أو تنوين الفتح هي العلامة الإعرابية في جميع هذه الكلمات. سعيدا كلمة منونة بتنوين النصب، مسرعا، جالسة، إذن جميع هذه الكلمات نصب. إذن لاحظنا أشياء مشتركة بين هذه الكلمات، أول شيء أنها جميعها أسماء، ثانيا جميعها علاماتها الإعرابية تنوين النصب أو تنوين الفتح. لو رجعنا إلى الأسئلة، جميع هذه الكلمات أو هذه الأسماء سئل عنها بكيف، يعني كيف نام محمد؟ كيف حال محمد لما نام؟ كان حاله سعيدا. كيف جاء الولد؟ كيف كان حال الولد؟ هل هو بطيء، مسرع، واقف، جالس؟ بل جاء مسرعا، إذن حال الولد هنا مسرع. كيف شربت سمية الماء؟ شربت سمية الماء وهي جالسة، حالها كانت جالسة. إذن جميع هذه الكلمات سألنا عنها بكلمة كيف. إذن هناك شيء نلاحظه في هذه الكلمات، إنه في أشياء مشتركة كثيرة بينهم. ماذا يسمى هذا الشيء عندما تكون جميعها منصوبة وأسماء ويسأل عنها بكيف؟ وأيضا هناك شيء من ناحية المعرفة والنكرة، هل هذه الكلمات معرفة يا رابع أم نكرة؟ بالتأكيد هي نكرة. لماذا؟ لأنه ما في عندنا تنوين للتعريف إنه يبين إنها معرفة. التعريف هنا يبين لنا إنه معرفة أو أي علامة من علامات المعرفة أو التعريف. إذن هذه الكلمات جميعها نكرة. إذن ماذا نسمي هذا الكلمة أو ماذا نطلق عليها في الإعراب عندما تكون نكرة وعلامتها الإعرابية النصب وتكون اسم ويسأل عنها بكيف؟ نستنتج مما سبق أن هذه القاعدة تسمى قاعدة الحال. إذن الحال هو اسم النكرة يبين هيئة وحال صاحبه. إذن هو اسم نكرة يبين هيئة وحال صاحبه. شروط الحال: أن يكون نكرة وصاحبه معرفة، والعلامة الإعرابية هي النصب، والحال يعرب دائما حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح ويسأل عنه بكيف. لو رجعنا إلى هذه الأمثلة يا رابع، نلاحظ أنها حال. طيب من هو صاحبها؟ يعني سعيد. من هو السعيد؟ من هو صاحبه؟
إذا محمد حاله سعيد، إذا محمد هنا صاحب الحال، ويجب أن يكون محمد معرفة، والذي بعده نكرة، إذا يسمى هنا حال منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح، هذا هو إعراب سعيد. نام فعلا ماضيا مبنيا على الفتح، ومحمد فاعل لنام، من الذي نام؟ محمد، إذا محمد فاعل مرفوع علامة رفعه تنوين ضم، وسعيدا حال منصوب وعلامة نصبه تنوين النصب. الآن جاء الولد مسرعا، كيف جاء الولد؟ جاء الولد مسرعا، إذا المسرعا هنا حال، من هو المسرع؟ الولد، إذا الولد هنا هو صاحب الحال، وإعراب مسرعا حال منصوب وعلامة نصبه التنوين الفتح، ودائما يعرب الحال بهذه الصورة. أيضا شربت سمية الماء جالسة، من هي صاحبة الحال هنا؟ الجالسة سمية، إذا سمية اسم معرفة، هي صاحبة الحال، هي الجالسة. لو نظرنا إلى هذا المثال، عاد الطالب من المدرسة مسرورا، نوع هذه الجملة فعلية، كيف عاد الطالب من المدرسة؟ مسرورا. لو سألتك رابع، ما إعراب هذه الكلمة؟ بالبداية هي اسم، وقلت لكم أن الاسم منصوب، والاسم المنصوب هل يعني يزبط أنه إحنا نسأل عنه بكيف؟ كيف عاد الطالب من المدرسة؟ الطالب من المدرسة حاله كان مسرورا، إذن مسرورا هنا إعرابها حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. لو نظرنا إلى هذا المثال، املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ما بين القوسين ثم اقرأ، منتظرا، جالسا، واقفة، مسرعا، غزيرا. ألف، نزلت الأمطار غزيرة، كيف نزلت الأمطار هنا؟ غزيرة، غزيرة هنا جاءت اسما منصوبا، ونقول عنه حال، لأن سألنا عنه بكيف وجاء نكرة ومنصوب واسم. تحدثت أسيل واقفة على المسرح، كيف تحدثت أسيل؟ كان حال أسيل واقفة على المسرح، إذا واقفة حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. ذهب اللاعب إلى السباق مسرعا، كيف ذهب اللاعب إلى السباق؟ كان مسرعا، لأن صاحبه اللاعب اسما معرفا، ومسرعا نكرة، وهي حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. وقف أحمد على الطريق منتظر الحافلة، كيف وقف أحمد؟ كان منتظرا على الطريق، إذا منتظرا هنا حال منصوب. إذن هذه هي قاعدة الحال صف رابع، وهو اسم نكرة يبين هيئة وحال صاحبه.